جايز ما غتفهموا والو، حنا باقيين هنايا. الفلوغ الاول جات طويل بزاف، دونك قررت ندير فلوغ ثاني باش تعيشوا معنا كل حاجه بشويه. اليوم غنمشيو في العشيه، دونك دابا غادي نمشيو نتغداو بلوتو. لبست هذا لورانج جين والاك ديالي، بغيت ندير كاسكيطه في لورانج، ولكن ما صافي ما بغيتش، خليت شعري هكا يتفوه. صافي هادشي اللي كاين، ودابا غادي نمشيو نتغداو. نمشيو نتغداو. اول حاجه قبل غندير البارفان ديالي ادمان. هادشي اللي كاين، ودابا غادي نخرج. فراسكم يدي كترعد، ما عرفتش مناش اللي شفتو التليفون كيترعد، ما تلومونيش. دابا غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله. بغيت نتصور في القلب. لا هادشي زوين، خبز ديال الدار زالوك، هادو لي فخوي عصير. جلسنا دابا، اول حاجه كاين هاد الفخوي، هاد البلا ديال الفخوي بجو دورانج، هذا الخبز ديال الدار، الكوكا، زالوك. تبارك الله ما شاء الله على ديك لافي زوينه. صافي غادي ناكلو دابا ان شاء الله، تيجي البلا ونوريكم. وان جايز الله، اوه شعري، شوفوا 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 شعري خفيف، بغيت تي تخبل ليا. ماشي ما عنديش ماشي. صافي عجبني الطابلو بزاف. المهم جايز دابا غنتغداو وفي العشية غنشدو الطريق ياك. مسخيتش مسخيتش ايمن، وين مسخيتش؟ حتى الويكاند جاي نمشيو نسافر. بصح فين؟ في طنجة. وطنجة في البرد تكون مزيانة. لا بالعكس، طنجة زوينة بزاف. ويلي واعرة طنجة. شو طنجة؟ شو طنجة ان شاء الله؟ ممكن خصنا نبلاني وليها، سمعتيني؟ خصنا نبلاني وليها. باكو قدامي كاين واحد واحد البلاصه قال لك كانت فيها كانت غابة. فيها غابه وحيدوا وداروا مشروع لافوكا، وخدامه لافوكا ولا بنت ليا جافه. لا ايه راه الفوق لافوكا، انا يسحب لي داكشي كامل كنقول او فين هي. لا من مزيانه، احسن ما تكونش غابه كتخلع هاكا مزيان واعره. عرفتو كنطلع على واحد المنظر فن 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 فن. ما كتسمع لك لاكسون لا ناس لا والو، راحة نفسية. واو
ما عرفتش علاش جيت زوينه واخا الحبوب. شوفوا دابا الحبوب مع النمس ماشي مشكل نو بروبليم صافي. ودابا غادي نتغداو ان شاء الله ونشطو الطريق وغنكمل معكم الفلوغ في الطريق ونهضروا ندردشوا شويه ان شاء الله. انا هي ما نهضر ولكن راه الماكله خوتي شوفوا لي الضخميره تبارك الله ما شاء الله على هذيك المراه. شوفوا زالوك هذا هو البلا ديال الايمان خوتي راه ما يمكنش راه واحد الريحه تبارك الله ما شاء الله طالعه راه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله راه ما عندي ما نقول. الله يخلي لها يدياتها. مالك فرصات ما كاينه ياكل بيدك تنجلس بيديا الحمد لله بسبوسه جايز. تغدينا جينا دابا للدار تاحينا شويه وغادي نوضو باش نجمع حوايجنا باش نمشيو وغادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله. غادي نوريكم خصني نجمع الحوايج نجمعهم معكم مالو فلو نجمع معكم الحوايج ونجمعو الدار ما نخليوهاش مرونه اصلا ما مروناش اي حوايج ايمن بارطو ماشي مشكل. غنجمعو دابا هادشي وغادي نوضو ونشدو الطريق ان شاء الله صافي. وغادي نمشيو للدار نمشي نتقهوى في العشية في شي بلاصة زوينة موراها نمشيو للدار. ماسكارا سيدي دابا غنمشيو وغادي نوريكم دابا ندير لكم نصور لكم لابارتمون اللي حنا جالسين فيها وبلا شرب القهوة. مهم هذا هو الصالون الفاس كاين هنا التي في هذه هي السويت هذا هو الحمام حشاكم هذه يسرى لابسه لورونج وبيجامه من التحت وصنداله باش نكون مريحه. مهم كاين هنا الدوش اون فاس كاين هنا لولي انتوما ديزاين انكرويابل. هنا لولي هنا كاين دريسينغ اون فاس كاين تي في هنا هادشي اللي كاين دابا نطفي الضو كاملين باش نمشيو. المهم راه كاين الويفي كاين التلفازة كاين لاكليم كاين كلشي حنا خارجين احنا خارجين انتوما هاي الفيلا سلامة يلا سير احنا غاديين ومسخينش ماشي مشكل ان شاء الله نعاودوها مرة اخرى. عندك يتحل الباب لداخل عندك بلاش خصو يتحل لداخل
يمكن ايه هاد تلقاو ثاني الطوموبيل بحال برهجين كنزلقو شكرا جايز او حنا يلاه جينا دوشنا ارتاحينا لبس عليا غنخرجوا دابا غنمشيو نتعشاو ما عرفتش فين نمشيو نتعشاو ولكن غادي نشوفوا وصافي هادشي اللي كاين باش نسد معكم الفيديو اليوم بالليل صافي مونطيه باش صافي نحبس حتى نرتاح شويه درت معكم فلوكات بزاف غير نرتاح شويه عاوتاني ونعاود نرجع حيت سافرنا صافي عييت وصورت بزاف دونك غنتسنى واحد شويه واحد يومين ولا 3 ايام وغنبدا عاوتاني نفلوي ونبدا نلوح لكم ان شاء الله ودوعدتكم نهار 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 ما نلوحش سير نهار ما نلوحش سير نهار ما نلوحش عاقبوني صافي يلا وخليكم معايا صافي دابا غنمشيو نتعشاو قديش غير حجباني درت ماسكارا غادي نشوف دابا نشوف ما رحيت قبيل الضفاري حيت ديرونجاوني غادي نشوف دابا شنو ندير في الكلوس ما عرفتش شنو ندير خديت ريزوتو اي ما خد بيتزا صومو ريزوتو بفخوي دماغ هذا ريزوتو بفخوي دماغ وهذيك بيتزا صومو ريزوتو في الحوت روز ندوقو دابا ناكلو ومن بعد نمشيو لا ميزون المهم جايز مشينا تعشينا وخصني نمشيو للدار باش نست في الباليز نست في الحوايج في البلاكار نحيدهم من الباليزه اش تابعني ماشي مشكل المهم تعشينا كلينا مزيان الروز كان بنين البيتزا اللي كانت شويه فطحه ماشي بحال الضله تزيم فشفشه هادي جات كيديروها بالدلاك المهم كان فيها الصومو مزيان زعما الكونتيتي مزيان على بالنسبه للبخي بالنسبه للبيتزا كانت ب 130 ديال الصومو والريزوتو ب 155 يمكن ولا 170 ما عقلتش ممكن يجوج هادشي اللي كاين المهم الريزوتو بنين ولكن من الاحسن كون كانوا نقصوا شويه الملحه شويه ولكن كان واعر وما مره ما جوج كنجيو الفانزي فانزي واعره ديما كنجي ناكل لي بات واعره ولكن البخي عندهم طالع ماشي مشكل ولكن على كاليتي زعما ديال الماكله بنينه صافي هادشي اللي كاين ودابا غادي نمشيو لا ميزون وما عرفتش واش ندخلوا دابا ولا لا المهم غادي نمشيو ونشوفوا شنو نديرو باش ما كان نكمل معكم الفيديو ان شاء الله وعييت ضربنا الطريق وجيت دوشت صافي خرجت انا حماق